بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، إن شاء الله بحول الله تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح، ربي يحفظكم وينجيكم يا رب يا كريم. اليوم غادي نحط واحد صيغة ربانية رائعة لعلاج الجسد من اضطرابات اللي ستكون سببها السحر أو العين أو التوابع من الحسد. إذن غادي بحول الله وقوته، العين حق والسحر حق، والحسد مذكور في القرآن. إذن عندي عوارض، عندي اضطرابات في الجسد ديالي، عندي عياء شديد، عندي نعاس شديد، ديما فيا النعاس وديما تنحس براسي بانني خاصني غير النعاس. كاين الناس اللي تيزعفوا من الملابس ديالهم، ما تكرهش انها تحرق الملابس ديالها او الحاجه اللي تكون ديالها تكرهها، ما تبغيش تشوفها، هذاك من الحسد والعين. كاين الناس اللي المنزل ديالهم ما بقاوش باغين يجلسوا فيه او يريحوا فيه، اذا هذاك نوع من الحسد والعين. اذا الانسان تيكون محسود الى حس براسو، عنده خنقة في الصدر، عنده بكاء شديد، عنده اضطرابات في الجسد ديالو، تيحس تقل في الكتفين ديالو، ديما تيحس انه باغي غير يبكي وباغي انه يخرج من المنزل، ما يبقاش في المكان اللي هو فيه. اذا هذاك تيكون عين وحسد. اما السحر انسان تيكون مضطرب في النوم ديالو، تيكون عنده الصداع والمشاكل بدون سبب، ديما عنده اسباب متعدده في البيت بدون سبب، مشاكل بدون سبب. الأبناء ديما مهاوشين وديما يغوتوا وديما أنهم عندهم الصداع والمشاكل. إذن الوليدات إذا كانوا تيتخاصموا بيناتهم وديما عندنا واحد الصداع وعندنا مشاكل في البيت، غادي إن شاء الله تعرفي رامن السحر بعد الأحيان تيكون المرشوش، ولكن هذاك السحر المرشوش اللي تنوض صداع، تنوض المشاكل، تنوض الغبنة في الخاطر، تنوض الصداع وحرق الرأس، تيكون المال قليل، ولو تشدي مال كثير ما تيبقاش، البركة قليلة، لأن مريت على سحر أمام العتبة أو أمام العمارة أو في مدخل العمارة. كاين بعض الناس يكونوا جيران السوء، تيسيئوا لجيرانهم أو تيغيروا منهم أو تيحسدوهم أو أنهم باغين يخرجوهم من هذاك المكان اللي هما فيه. أصل كل شيء حسد وعين وسحر. بعض الأحيان تيكون حاسد قوي، تيكون عنده شر في الجسد ديالو، او تيكون مسحوب بالعين والحسد. الشر ديال بعض الاشخاص تيحرقهم قبل ما يحرق هذاك الانسان اللي بغى يأديه. يقدر هذاك السحر يقدر يأثر لي على الابن ديالو، يأثر لي على نفسه، الى رديتي عليه السحر بصورة الزلزلة، سبحان الله، صورة الزلزلة اللي بغاها ياخذها من القناة، صورة الزلزلة ترد السحر إلى صاحب السحر. إذن في 3 أيام يرجع لي السحر صورة الزلزلة. ولكن إنسان يتقي الله، لأن إلا درتها بدون ما تكون مظلوم ترجع عليك، هذا هو الهدف. إن شاء الله بحول الله وقوته حاولوا أنكم تاخدوها، اللي شك أنه عنده سحر يحاول يأخذ صورة الزلزال.
إذن الفيديو ديال صورة الزلزلة كاين في القناة، إذن حاولوا أنكم تاخدوه، ولا شكيتوا عندكم السحر خدموا به، ولكن في الحق. إذن الوصفة ديال اليوم هي عبارة على ألوان خضراء الحنة ومكونات اللي غادي نحطو فيها، مطحونين رائعين وأكثر من رائعين. الناس اللي عندهم حريق في الجسد، عندهم تنميل، عندهم مشاكل في الجسد، عندهم عياء، غادي إن شاء الله نبطلوا السحر بدون قراءة. غادي نبطلوا السحر بدون قراءة، ولكن القراءة من بعد ما تخرجي من الدوش. إذا غادي ناخد الحنة، ناخد 4 المعالق ديال الحنة. غادي ان شاء الله قبل ما نجيب الحنة من عند العطار غنشريها خضراء تكون مزيانة ديال الجسد، ماشي ديال الشعر. كاينه الحنة ديال الشعر وكاينه ديال الجسد. غادي ناخد ديال الجسد، ديال اللحم كما تنقولو حنا في المغرب، ديال اللحم او ديال الجسد. اذا غادي ناخد 4 المعالق، وغادي ناخد معلقة الريحان، معلقة الريحان، مع هذا الشيء كل شيء اللي غنقول لكم دابا يكون مطحون، كل شيء يكون مطحون. معلقة الريحان، معلقة أوراق السدر، معلقة ديال أوراق الغار، معلقة ديال الفيجل مطحون، معلقة ديال البابونج، معلقة ديال الورد، معلقة ديال القرنفل. هاد الحنة هي الحضانة المغربية، تيديروها العروسة وتيديروها الناس اللي عندهم عياء شديد في الجسد، وعندهم الناس اللي تيبغيو النفقة المغربية أو الحضانة المغربية. إذا عندها اسم الحضانة أو النفقة المغربية. إذا النفقة المغربية هي بالقرنفل مطحون، الريحان، أوراق السدر مطحونين، أوراق الغار، عندنا بابونج، عندنا غادي نحطو فيها إن شاء الله إلا لقيتو القسط الهندي حطوه، الفيجل، البابونج، قليل من القرنفل، نص معلقة صغيرة ديال القرنفل. غادي ناخد إما قنينة ماء الزهر أو ماء الورد، قنينة ماء الزهر أو ماء الورد، قنينة كاملة. ياريت أنكم ديو قنينة تخلطوا بها الريحة، وقنينة تشلوا بها من بعد ما ديروا الدوش ديالكم كامل. اذا كنتي في المنزل ديريها في المنزل، كنتي ديريها في حمام الخارجي مزيان، الا كنتي تمشي لحمام مغربي جيد، كنتي ديريها في بحال الناس اللي في اوروبا يديروها في البيت، الدوش ديال البيت. اذا غادي تاخذوا هاد المكونات. الناس اللي ما لقاوش حتى شي مكون، إلا كان عندهم العرعار، العرعار في كل مكان، تيكون غير في الحدائق. الناس اللي ما عندهمش غادي ياخدوا كروية وياخدوا العرعار، وغادي ياخدوا معلقة الحلبة، كل شيء مطحونين. إذا جوج حلول عطيتهم. إذا هاد الحلول اللي عطيتكم جوج، عطيتكم الناس اللي عندهم مكونات، غادي يخلطوهم بماء الزهر او ماء الورد، وغادي ياخدوا قنينة اخرى ديال الماء الزهر او ماء الورد يتشلوا بها من بعد الدوش، من يساليوا الدوش ويبقى هذاك الماء، ماء الزهر او ماء الورد يتشلوا به هو الاخر. اذا الحنة غادي نخلطها، نخليها مدة 30 دقيقة وندخل الدوش ديالي. غادي نوضعها على الجسد ناشف، باقي ما حطيتيش نقطة في الجسد ديالك ماء، غادي نطليها الجسد ديالي كامل.
الا كنت ندير الحنه للشعر ديالي نديرها، الا كنت تنحط حناء نحاول ناخد الحنه ونحطها تيا على الشعر ديالي. الناس اللي تيديروا الحنه للشعر ديالهم يديروا قليل في الشعر ديالهم، اذا غادي نبقى الا قدرتي تبقاي بها اكثر من 10 دقائق مزيان، وغادي نتشلل وندير الصابون ديالي ندير شامبوان، ولكن من بعد ان شاء الله غادي نتشلل بماء الزهر او ماء الورد. اذا غادي نخرج من الدوش ديالي، اللي قاري غادي يقرا سورة الرحمن ان شاء الله مرة واحدة، ويقراها على ماء ويشربها، يشربها طيلة النهار، غادي يحس ان شاء الله بتحسن كبير. اذا الناس اللي عجبتهم الصيغة يخليوا لي لايك، يدعموا القناة، يفعلوا